مشاهدي قناة شو تي في، صباح الخير وصباح النور عليكم في الصبيحة، صبيحة اليوم الثلاثاء. أجواء غائمة وبرد قارس في هذا الصبيحة، صبيحة اليوم الثلاثاء. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الصبيحة. صبيحة اليوم الثلاثاء، اجواء باردة، برد قارس يعم المكان في هذا الصبيحة، صبيحة اليوم الثلاثاء. نتمنى ان شاء الله تكون امطار الخير ان شاء الله. هذا الغيوم وهذا برود الطقس تعطينا امطار الخير اللي الارض محتاجه ليها بواحد الشكل كبير وكبير. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أجواء غائمة وبرد قارس هذا الصبيحة، صبيحة اليوم الثلاثاء. نتمنى إن شاء الله هذا برود الطقس وهذا الغيوم تعطينا أمطار الخير اللي احنا محتاجين ليها بشكل كبير وكبير جدا. الأرض مازال محتاجة الأمطار الخير بشكل كبير يا رب. اذا دائما صباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا الصبيحة، صبيحة اليوم الثلاثاء. هذه هي الأجواء مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، فأجواء باردة هذه الصبيحة، جو بارد، أجواء غائمة. نتمنى إن شاء الله كيف ما ذكرت هذا برودة الطقس وهذا الغيوم تعطينا أمطار الخير اللي احنا مازال محتاجين لها بشكل كبير وكبير بعد ما تهطلت خلال الأسابيع الماضية أمطار الخير. الدنيا خضارت، كل شيء قد، فاحنا مازال محتاج الامطار الخير ان شاء الله يا رب تزيد تهطر على ربوع المملكه، وغادي تتقدم الامور
وترجع الفرحة والابتسامة، ويكون عام وسنة في لاحية بامتياز. إذا الصورة واضحة أمامكم مشاهدي قناة شوف تي في، فبقى لي إلا نودعكم بعد ما كنت معكم في نقل صباحي مباشر مباشرة من نواحي بن سليمان، فأجواء باردة وغائمة في هذا الصبيحة، صبيحة اليوم الثلاثاء. دمتم في رعاية الله، ونلتقي في بث مباشر آخر مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام، ونهاركم مبروك إن شاء الله.